الأساطير عن المخلوقات الغريبة والوحوش دائماً ما تسحرنا، لكننا ننسى أن في كثير من الأحيان تكون الحقيقة أغرب من الخيال. سوف نقدم لكم اليوم 5 مخلوقات غامضة للغاية تم التقاطها بواسطة الكاميرات. تم العثور مؤخراً على حيوان بحري ميت مجهول المصدر على الشاطئ، أخاف مظهره السكان المحليين حيث اعتقد البعض أنه نوع غير معروف من أسماك القرش، رغم امتلاكه لأشواك غريبة الشكل تشبه إلى حد كبير السيوف على عنقه. ولم يتوصل العلماء بعد إلى الفصيلة التي ينتمي إليها هذا المخلوق. إذا كنت تعلم ماهية هذا المخلوق دعنا نعلم في التعليقات أسفل الفيديو. أظهرت لقطات تم تسجيلها مؤخراً في قاع المحيط على عمق حوالي 4000 قدم من سطح الأرض عن مخلوق مذهل، فقد تعتقد عند النظر إليه أنه ليس من هذا العالم. يسبح بطريقة غريبة نوعاً ما، كأنه يحاول استعراض مواهبه في الغوص. لا يزال الباحثون غير متأكدين من النوعية التي من الممكن أن ينتمي لها هذا الحيوان، فيعتقد البعض أنه مجموعة من حيوانات الحبار تسبح معاً، لكن النظرية الأكثر احتمالاً أنه نوع من قناديل البحر المشطية، فيما يعتقد آخرون أنه ربما يكون مخلوقاً غامضاً. في ذلك اليوم غطى الضباب بلدة صغيرة تقع قرب البحر بأستراليا، وقال السكان المحليون أنهم لم يروا مثل هذا الضباب الكثيف من قبل. ويزعم الرجل الذي صور هذا الفيديو أنه تمكن من التقاط الوحش الأسطوري كثولهو، ورغم غرابة هذا الموضوع لكن خلال الفيديو يتم سماع صوت زئير قادم من الضباب. ثم يظهر ظل مشابه لذراع الوحش الأسطوري الكراكن على مبنى للحظات قبل أن يسقط هذا المبنى في الحال مع سماع صوت التحطم. ترى ماذا كان هذا الشيء؟ بينما كان بعض الغواصين تحت الماء لدراسة أسماك القرش الأبيض، اندفع مخلوق يشبه القرش العادي ناحية الكاميرا، ولكن لونه كان أكثر قتامة بالإضافة إلى وجود نمو غريب على ظهره، مما جعله شبيها في صفاته بأسماك قرش ميغالودون التي انقرضت منذ ملايين السنين. ورغم أن حجم قرش الميغالودون من المفترض أن يعادل على الأقل 10 أضعاف سمكة القرش العادية، فإن مظهره المشابه لأسماك الميغالودون جعل الغواصين يعتقدون أنه من المرجح صغير الميغالودون. في عام 2500 أسس خريج قسم الفيزياء بوبي هاندرسون كنيسة وحش سباجيتي الطائر كاحتجاج ضد تدريس نظرية التصميم الذكي في المدارس، وهي نظرية أن الكون خلق عن طريق إله وليس نظرية التطور التي يعتقد هو أنها الحقيقة. تم لاحقاً اكتشاف مخلوق بحري يشبه للغاية الإله الساخر الذي صممه هاندرسون لكنيسته، حيث تم إيجاد المخلوق الذي يشبه قنديل البحر بواسطة آلة تحكم عن بعد، ويعيش على عمق 4000 قدم من سطح المحيط الأطلسي. ذهل العاملون من التشابه بين هذا المخلوق وبين الإله الأسطوري، لذلك أطلقوا عليه نفس الاسم، كما أنهم أرسلوا التسجيلات التي تم تصويرها قبالة ساحل أنغولا إلى مركز علوم البحار الوطنية في ساوثهامبتون بإنجلترا. ويعتقد الخبراء أن هذا المخلوق هو نوع من كائنات السحاريات الشبيهة بقناديل البحر.